عيد الفطر عاد وحي شوفت هلالا بالخير يقبل وفيها افراحنا حيا فرحنا حيا عيد مبارك علينا دوم بقبالة عساكم بخير وفي صحة وعافية ونهدي التهاني لكم بالقاف موالا ونعايد احبابنا وكل سعودية ونحتفل في ليالي العيد وظلالة ونجتمع للقى بجواي ودية يا مرحبا باللي جا وشرف الصالة متوارثين الكرم والطيب وخصال روسين على الطيب والنوم سضانية لاباه على الطيب دايب نارهم حية أهل الشهامة وأهل العز وابطالة وفعولهم بالمراجل غير عادية نشهد تواريخهم ما هي بخافية عيد الفطر عاد حي شوفت هلالة بالخير يقبل وفيها فرحنا حيا عيد مبارك علينا دوم بقبالة عساكم بخير وفي صحة وعافية ونهدي التهاني لكم بالقاف موالا ونعايد احبابنا وكل سعودية ونحتفل في ليالي العيد وظلالة ونجتمع للقى بجواي ودية يا مرحبا باللي جا وشرف الصالة صالة تواصل وفيها الجمعة حقية متوارثين الكرم والطيب وخصال روسين على الطيب والنوم سضانية لاباه على الطيب دايب نارهم حية أهل الشهامة وأهل العز وابطالة وفعولهم بالمراجل غير عادية نشهد تواريخهم ما هي بخافية عيد الفطر عاد وحي شوفت هلالة بالخير يقبل وفي افراحنا حية عيد مبارك علينا دوم بقبالة عساكم بخير وفي صحة وعافية ونهدي التهاني لكم بالقاف موالا ونعايد احبابنا وكل سعودية ونحتفل في ليالي العيد وظلالة ونجتمع للقى بجواي ودية يا مرحبا باللي جا وشرف الصالة صالة تواصل وفيها الجمعة حقية متوارثين الكرم والطيب وخصال روسين على الطيب والنوم سضانية لاباه على الطيب دايب نارهم حية أهل الشهامة وأهل العز وابطالة وفعولهم بالمراجل غير عادية نشهد تواريخهم ما هي بخافية أبداً كل جديد وحصري تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رني.